أيام قليلة تفصلنا على العودة المدرسية 2023-2024، ومع ذلك تشكو مدارسنا الابتدائية من عديد النقائص وتعاني من عديد الإشكاليات التي قد تحول أمام نجاح العودة المدرسية، على غرار موضوع قرار إغلاق إعدادية فابريكة الثلج بنهج زرقون بالعاصمة دون إعلام مسبق للأولياء والتلاميذ، مما قد يربك عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، خصوصاً وأن كل تلاميذ هذه الإعدادية سيتم توجيههم إلى إعدادية واحدة وهي إعدادية إمجاز الباب بباب الخضرة التي تعاني بدورها من الضيق. السيد فوزي القيم العام بإعدادية إمجاز الباب يحدثنا عن هذا الموضوع ومدى تأثيره على السير الطبيعي للدروس. سي فوزي، تو هذه الإعدادية اللي باش نقلوا لها التلامذة اللي في نهج فابريكة الثلج، تو نحن بعدنا على بعد مسافة 150 متر تقريبا وصلنا للمدرسة الإعدادية نهج إمجاز الباب اللي باش يتنقلوا لها تلامذة المدرسة الإعدادية نهج فابريكة الثلج. دونك مرحبا. هما في بالهم ولا لا؟ هما ما في بالهمش. مرحبا بهم الساعة ومرحبا بالأساتذة وبالأعوان مدرسة الإعدادية نهج فابريكة الثلج. دونك هذه مدرستهم العام الجاي اللي باش تلمنا ناس كل. زوز مدارس، زوز إعداديات في إعدادية واحدة. تلمذ زوز إعداديات في إعدادية واحدة مع الأسف الشديد. دونك كان عندنا برنامج حلو برشا اللي هو الزمن المدرسي جدول الأوقات كان ثلاثة باش يفسد كما كنا نحكي. دونك باش يولي الجدول الأوقات تقريبا بين الخمسة والستة اللي هو باش يعمل إشكال، تلمذات باش يولي يخرجوا في الظلمة في منطقة قاسية كما نعرفوا الناس كل. كيف كيف عندنا أساتذة يسكنوا بعاد كما كنت نحكي لك باش يتخلقوا برشا مع الأسف الشديد. إضافة لذلك عندنا الساحة ظريفة ما تعرفهاش، تو نحن عندنا 200 تلميذ وزيدهم تقريبا 200 تلميذ 180 تلميذ مغادي 400 تلميذ، الساحه ما ترفعش 200 تلميذ، تصور اذا كانوا موجودين مع بعضهم ما ترفعش، الدروج ضيق. دونك بصير لنا اشكاليات مع الاسف الشديد. نحن نقولوا ان شاء الله معناها نكونوا معناها قد المسؤوليه ان شاء الله لدرجه يدعمنا خاصه بالقيمين، خاطر ناقصين قيمين عندنا زوز برك. واللي غادي باش يجيو هنا من المفروض يجيو لكن ينجم يرفض يقول لك انا نمشي لبلاصه اخرى. يعوضوهم بحد اخر. يعوضوهم والا يجيبوهم لهنا، دونك نحن المندوبيه من المفروض الدعم المدرسه بالقيمين وبالعمله، خاصه العمله خاطر يلزمنا عمله. ماذا بينا نبداو سنه دراسيه معناها منظمه مش كيما عملناه الفوضى. بالضبط، هي شوف نحن نتمنوا تكون سنه دراسيه منظمه وعلى مسارها السليم، لكن ثم دي بارازيت مع الاسف الشديد نحن نقولوه، ونتمنوا المندوب الجهوي الجديد اللي مرحبا به جانا مندوب جهوي جديد يقف معنا في مدرستنا ومع المدارس الكل. مدير الإعدادية بدوره يبحث مع مختلف الأطراف لإيجاد حلول لهذه الإشكالية حتى لا تؤثر سلباً على التلاميذ والمربين والإدارة. دماج المدرسة الإعدادية الأخرى لهنا ثم صعوبة في بعد. أكيد ثم، احنا توها باش نعملوا جلسة، احنا الأسبوع برك في الاجتماع باش نعملوا جلسة الجمعة القادمة على الأسبوع القادم على هذه الإدماج نتاعهم وكيفاش باش مش يوزعهم على مدارس اعداديات اخرين على الاقل. كل صدق ما نعرفش، لان القرار اتخذوه هم انهم باش يحولوهم لهنا، لاني قلت الاسبوع المقبل باش نقعدوا ونشوفوا القرار النهائي، اما مبدئيا هم توجهوا لهنا. الاعداديه الاخرى قايله للسقوط. والله ما عنديش حتى فكره، انا ما زرتهاش وما نعرفهاش، ما عندي عليها حتى فكره بكل صدق. انا حتى في جلسه الاهرامات المندوبيه بلغوني على انها راهو فابريكه اغلقت ووقع يعني الحاقهم بالمصعد ذي نجم الباب. هذا القرار اللي عندي شيء أثر على جدول الأوقات. أكيد خاصة المدرسة الصغيرة برشا أنتم كنتوا عاملين توقيت متميز، معناها التوقيت اللي احنا كنا نخدموا به حتى الثلاثة يعني كان يساعد التلامذة. موضوع جدول الأوقات هو محل اهتمام جل المربين لما له من انعكاسات على أوقاتهم، لذلك تراهم يبذلون كل ما في وسعهم للظفر بجدول مريح لهم بينما يبقى التلميذ هو آخر الاهتمامات، كما يذهب إلى ذلك القيم العام بإعدادية إمجاز الباب والذي لهم تجربة مريرة مع هذه المسألة. ثم مشكلة بكل صراحة أنا نقولها كقيم عام، يحاولوا كيفاش يبعدوا علينا العمل النقابي داخل المؤسسات التربويه، خاطر راهو العمل النقابي داخل المؤسسات التربويه مع القطاع نتاع القطاعات الكل مؤثر على حسن سير العمل مع التلامذة. دونك نعرفوا نحن اذا كان ثم نقابه وسخونه وتحركات باش ياثر سلبا على نشاط المدرسه. دونك هذه الحاجه الثانيه،
عندنا مشكله كبيره ياسر. كيف اذا انا ديما نقول للمعاهد الكل وخاصه نحن يلزمنا نتقنوا جدول الاوقات لمصلحه التلميذ ومصلحه المدرسه. راهو في العاده وتقريبا في جميع المؤسسات التربويه جدول الاوقات ما تتخدمش حسب المناشير المنظمه، لذلك تتخدم على قياس اطراف نقابيه وعلى قياس الدروس الخصوصيه وعلى قياس نشاط المربين خارج المؤسسه التربويه، وهذا يفسد معناها الزمن المدرسي للتلميذ ويخلق لنا افرازات نتاع جريمه داخل المدرسه. انت تصور اذا كان تلميذ تفزد له جدوله في عوض يكون ثم توازن في التوزيع بين المواد، مثلا يقرا لك ماده اساسيه ما رياضيات ومن بعدها ماده نتاع نشاط ثقافي ومن بعدها ماده اسلاميه، يقرا لك مثلا عربيه وفرنسيه، يولي عنده ضغط، يولي يهرب، يولي معناه ينحرف، يولي معناه ويجيك مضغوط من الدار ومن المجتمع. دونك نحن المطلوب ماناش باش نطلبوا المستحيل، احترام المنشور المنظم لجدول الاوقات. جدول الاوقات يخدم لمصلحه المدرسه ومصلحه التلميذ ومصلحه الاستاذ زاده. هذه من مصلحه النقابه انها تتدخل، هي دورها هذا؟ شوف نحن ماناش باش نتهموا النقابه ولا نتهموا الاستاذ ولا نتهموا الولي ولا نتهموا التلميذ. دور اداره راه مش دور نقابيه. الاداره ضعيفه مع الاسف الشديد، انا نقولها بكل صراحه ونتحمل مسؤوليتي والناس الكل تعرف الشيء هذا. مع الاسف الشديد حتى ولو نقول كلام كبير شويه، راهو المديرين خطط وظيفيه تكليف، ماهوش رتبه، ماهوش قوي، ماهوش محوي، راهو يلبي في رغبات الاساتذه ورغبات المعلمين اللي معاه. ومنضوي تحت نقابه الاساتذه. ونعرف الناس الكل، انت شوف فضيحه حجب الاعداد السنه في التعليم الابتدائي، وصل المديرين يحجبوا في الاعداد مع المعلمين. دونك المدير ماهوش قوي، في انتظار الوزاره، ونحن هذا طلبنا القديم الجديد، معناها المدير يولي رتبه باش يولي قوي، عنده صلاحيات يكون مدير الاطراف الكل. اليوم راهو المدير مدير للاساتذه فقط مع الاسف الشديد. توا ثم برامج لحقوق الطفل قاعده الطريق، معناتها تحضير الهدايا باش يحميهم الطفل خاصة من التلميذ من الحكاية هذه الحجب الأعداد والاعتداء على حقوق الطفل. شو بالمناسبة هذه نحيوا معناها السيد رئيس الجمهورية اللي بعث المجلس الأعلى للتربية. نتمنى أمنيتنا الكل يتم إنقاذ المجلس الأعلى للتربية من تغول النقابات، خلينا نقولها بكل صراحة. سطر أنت تقول النقابات باش يدخلوا في المجلس الأعلى للتربية؟ أنا نتمنى ما يدخلوش وما يلزمهمش يدخلوا، خاطر باش يحطوا البصمة نتاعهم اللي نعرفوها الناس الكل. دونك المجلس الأعلى للتربية مش شو دورهم هم في المجلس؟ هم ثم منظمات مجتمع مدني تدخل في شو مدخل النقابات ولا؟ هو اسمه المجلس الأعلى للتربية مش للتعليم. باش للتربية والتعليم، هم دخلهم شنو في المجلس الأعلى للتربية؟ البصمه نتاعهم. انا نعطيك مثال، اي تغولهم على المندوبيات الجهويه وعلى الوزاره في السابق العوامات اللي فاتت. معركه وشو؟ معركه نعم معركه، يزرع لك مديرين. انا خلينا نحكي التربيه راه مع الاسف الشديد ينقصنا الجانب الاخلاقي والرجولي والوطني في الشان. المعلم كذا ان يكون رسول، والنقابي معلم. نتمنى ان يكون رسول، نتمنوه نحن يكون رسول في الظرف هذا. ونحن المعلم والاستاذ متسمي عليه الجانب الاخلاقي والوطني لكن مع الاسف ما عادش توا ولا فيه جانب تجاري. مش الكل مش الكل مش لا انا ماناش نعم، اما بنسبه كبيره، خاطر قبل كي نتكلموا يقولوا لنا لا استثناء، لا حالات شاذه، لا حالات اسيا. اليوم نعيشوا في الحالات الشاذه وفي الاستثناء وفي الحالات الخاصه. خلينا نحن نقولوا اليوم الخايب وننعتوا بالصبع باش ما نوصلوش فيه. وما دمنا في موضوع اعداديه امجاز الباب بباب الخضراء، عبر لنا بعض الاولياء عن قلقهم من عدم تمكنهم من الولوج للمنظومه المعلوماتيه الخاصه بهذه الاعداديه لاستخراج بطاقات اعداد ابنائهم. مشكلتي انا بنتي لحد الان ما تعرفش على روحها شنية مدوبلة ماهيش مدوبلة، ما تعرفش على مواياناتها شنية. ما تنحات حجب العديد وصيي وامور المريض هذا كله ما فهمش. يقول نجي لهنا للمدير معناتها يتكلم وبتكوشيش هيك. فما الانترنت ندخل الانترنت ما نلقى حتى شيء، نلقى الستيام موجودة الويتيام ماهيش موجودة، نولي الراس انا معناتها وقتاش نلقى فضوى نحب نجي لهنا. باش انا تو كي جيت لقيت سي فوزي معناتها ما موجود، وقفت باش نكلم سي فوزي باش نقول له شنو الحل، كيفاش بنتي باش تعرف اعدادها داخله تو معناتها لو 15 سبتمبر جاء والتلامذة لحد الان ما يعرفوش الاعداد نتاعهم، ما يعرفوش على رواحهم، يندرى ناجحين يندرى ماهمش ناجحين، ما فما حتى نتيجه. مهزله اكثر من مهزله في بلادنا، اكثر من فضيحه. فضيحة التلميذ ما يعرفش على روحه توا شنو باش يشري، يعني يشري أدوات النيفيان. مازال على العودة المدرسية أقل من أقل
اقل من 25 يوم. اقل من 25 يوم وما يعرفوش على رواحهم وين. فانا قسم نقلوا ما نقلوش نجحوا. كان اللي عنده شكون هاوك عرف، واللي ما عندوش شكون ما يعرفش على روحه. اللي لحد الان بنتي ما تعرفش على روحها، لحد الان ما تعرفش على روحها بنتي شنية. نقلت النفيام ما نقلتش النفيام، شنية باش نشري، شنية باش نحضر، شنية باش نعمل. قدر كانوا تنجحش والله نتقبلها، لكن يرجع لشكون؟ يرجع الكل للتربية. على خاطر علاش ما عطتهمش الثانية، ما عطتهمش باش يعرف رواحهم، باش يعرف الولي يندرا صغير وشنو. مش الوزارة هذه، النقابات. نقابات ولا ما نعرفش. انا تو نمشي نخدم ونبعث بنتي تقرا، نقول هاي باش تجيني البلتان. اللي يهمك الوزارة. اللي يهمني الوزارة كيفاش ما يعلموش الصغير تجي البلتان، تجي البلتان باش تعرف شنية صغيرك. مدير هذه الإعدادية يوضح لنا هذه النقطة. هم في البطاقات النتائج الوزارة خصت موقع اللي هو parenteducation.tn، يجبدوا عليه الأولياء بطاقات النتائج تاع أولادهم. وأنا حولت أول واحد يكون في الجمهورية كمل مجلس الأقسام كمل 22 جوان، حولت أنا لي بيولتان 23 جوان يوم الجمعة 23 جوان الساعة 7 صباحا. بدا المدير المساعد للإدارة الفرعية للتقنية والتكنولوجيا المعلومات والجودة ضحكت قالت لي أنت أول واحد يكون في الجمهورية. من بعد حولنا الوقت ذاك كيف العادة بالمستوى بار نيفو. من بعد بعثوا لنا مراسلة اللي احنا نحولوا بار كلاس، عاودت حولتهم بار كلاس. غير مشكلتهم هم بعض أولياء، لأن ثم أولياء جبدوا جون وحطيت لهم الطابع. ثم بعض أولياء يجيني على المودو باس اللي هو شخصي، يهمه هو كيسجل هو بتليفونه، يجيه مودو باس من عند البريد على تليفونه هو، هو اسمه كلمة عبور شخصية، يجي هو يطالب لي بها أنا باش نعطيها له. يا ولدي راه ما ثمش هال هاي فرصة، وضح لهم في التلفزيون. المودو باس هو خاص شخصي، ماهوش عند الإدارة، حتى واحد ما يطلع عليه. كي واحد باش يدخل كيفاش يعمل بالضبط؟ يمشي بالطبع عنده كلمة العبور وقت اللي سجل هو والمنظورة ولا منظورة عنده كلمة عبور جيه من البريد على الهاتف الشخصي متاعه، يدخل بهذيك ويحط رقم التسجيل متاع ولده ويجبد البيتا متاعه. سهلة لك. هي سهلة، لكن هم مشكلتهم شو ما يحبش باش يدفع دينار في ببليات ولا شنو، يجي لهنا يا هنا باش احنا نصوروا له. وكيفاش الناس متخل... وكيفاش نقول له يودي الموظفين في كونجي، يقول لي لا كيفاش يخرج كونجي ديما الباب مسكر. يقول شنو الباب هاني موجود انا، شنو الباب احنا ما يخرجوش كونجيات، انا هاني في كونجي ونخدم. واخيرا وليس اخرا، السؤال المطروح اليوم من المسؤول عن رسوب العديد من التلاميذ في هذا الموسم الدراسي.